والاعتكاف في اللغة هو المكث والدوام والبقاء. أما شرعا فالاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل والانقطاع لعبادته في بيت من بيوته. وانظر رعاك الله إلى الحكمة العظيمة من الاعتكاف، لأنه تفريغ للنفس وحبس لها على الطاعة. فروتين الحياة الذي يسير عليه الإنسان طول العام يتغير في هذه الأيام التي يعتكف فيها تغيراً تاماً، يبتعد عن الذهاب والمجيء والغدوات والروحات والجلسات، ويحبس نفسه على الطاعة. والآن جاءت لصوص رمضان وغير رمضان، لصوص الوقت، سراق الوقت، وهي وسائل التواصل التي تسرق الوقت من حيث نشعر أو لا نشعر. فالاعتكاف ينبغي أن تظهر فيه العبودية التامة لله جل وعلا، يجتمع القلب ويتواطأ مع اللسان، يتواطأ من أجل الطاعة والعبادة، ومن أجل أن يكون الوقت كله عبادة لله جل وعلا. وأفضل ما تشغل به ليالي العشر الأواخر من رمضان الصلاة، إن استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل. وصلاة الليل ومنها التراويح ليس لها حد محدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا يدل على أن صلاة الليل ليس لها حد محدود. من الأعمال المشروعة في هذه العشر الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. ما هي الأفعال المشروعة والممنوعة والمباحة بالنسبة للمعتكف؟ الجواب: أفعال المعتكف على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع تشاغله بالقرب، يعني اشتغاله بالقرب، يعني بكل ما يقربه إلى الله من الصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعة. والثاني ممنوع، أعمال ممنوعة، وهي ما ينافي الاعتكاف من الجماع والبيع والشراء. فالجماع مفسد للاعتكاف، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك أيضا البيع والشراء، لو كان هذا المعتكف يخرج في الليل يبيع ويشتري ثم يرجع إلى اعتكافه، فهذا أيضا مما يفسد الاعتكاف، لأنه مناف للحكمة من مشروعية الاعتكاف. فالاعتكاف شرع لأجل أن ينقطع الإنسان عن الدنيا ويبتعد عنها ويتفرغ لطاعة الله تعالى. والقسم الثالث من أقسام أفعال المعتكف مباح، يعني أفعال مباحة، وهي تحدثه مع زائره أو مع صديقه أو ما أشبه ذلك. فحديثه المباح مع من بجانبه أو صديقه أو زائره، كل ذلك لا حرج فيه. فهذه العشر المباركة أيها الإخوة، هذه موسم عظيم رابح لمن وفقه الله عز وجل. أحرص يا أخي المسلم على اغتنام هذا الموسم وهذا هذه العشر المباركة، احرص غاية الحرص، تعرض لنفحات الرب عز وجل. إنك لا تدري، قد لا تدرك مثل هذه المواسم الفاضلة من عام قابل. كم من إنسان كان معنا مثل هذه الليالي، كان يستقبل رمضان وكان يستقبل العشر الأواخر، ثم بعد ذلك اخترمته المنية، فهو الآن في قبره مرتهن بعمله. ربما يكون الأجل قريبا والإنسان لا يشعر. ليحرص المسلم على أن يغتنم هذا الموسم الفاضل بعبادة ربه عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم.